لزيه بالظبط. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. اليوم النشاق اللي قال فيها لست بربكم، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. كنت تصوير تصوير تصوروا كده في خيال اللي وراها بقى ووضع الكتاب. شوف كلمة ووضع الكتاب دي عاملة زي ايه؟ وأحيطه بسبب كلمة الاثنين ووضع الكتاب يعني حاجة شيء يعني شيء أنا كنت خاف منها قوي من الآية دي، لكن النهاردة اطمنت لها قوي قوي. خلاص راح الخوف راح راح الخوف النهاردة ليه؟ عارفين ليه؟ شوف شوف تأملهم. ووضع الكتاب فترى المجرمين بس خلاص الحمد لله ان من احنا بقى واحنا من ناخد واحنا من ناخد مش موضوعنا بقى اصبح مش موضوعنا. فذهب مني الخوف ثانيه ولم ارهن ليه لان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا اقصى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. احنا من احنا بقى مش موضوعنا احنا. اما احنا ايه الموضوع بتاع ولا حاجه اقول احنا لا في حساب ولا في سؤال ولا في عتاب ولا كلامنا ولا عملنا مكتوب في الكتاب ولا باين ولا حد يشوفه. دردول الكتاب محطوط عشان الكل يشوف وتبقى بحثهم بجلاجل ويقول اشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم انا لا اعرف الله على الظالمين. الحدوته دي احنا بقى احنا ومن احنا في السكات كده وخلاص مش حاجه والحمد لله رب العالمين لا حساب ولا بتاع نخش كده الجنه بلا حساب وخلاص على كده. واللي فينا كده مرصوف فرحان بنفسه هيمسكه بس هيبقى متطبق ودي ها هم اقراوا الكتاب في ايه انت مالك انت في ايه مش موضوعك ها هم اقراوا الكتاب اني ظننت اني مناقش حسابي خلاص تقوى في عيشكم. ما انا مش دعوه بقى يبقى وضع الكتاب مش بتاعتنا والحمد لله رب العالمين.